تعال هني تعال هني يا هبل، انت مجنون انت، تاخذ هذا المقص، تاخذ هذا المقص يا هبل. اقسم بالله رب الكعور انهي قال لي تشيل قسم، قلت يمكن معاه مشاكل في مصر وقعت هنا عشان تشتكي عندنا صح؟ طول عمرك اهلا من امك، وانت يا مثقف يا متعلم، وانت يا متعلم تاخذ مراه غريبه توديها مقص. اصلا خالتي طنط قالت لي عسير القسم نفلتها اخر الليل يا عم شوتر تصير وحدها. خالتي طنط. اهلا 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 بالدكتور، اهلا بالدكتور. وانت هبل يعني ايش تقول مره غريبه لما تروح القسم؟ مش تقولوا لها، مش تقولوا مقسم، مش تشتكي علامه، انت هبل يا عمي. يا عمي شوتر، يا عمي شوتر، دي قطيت خطف. ها كانوا عايزين يخطفوا البنيه، ودي عمليه اختطاف مع سبكه الاسراره والترصدي. والترصدي واحتمال قسمه قلت لهم، قلت لهم يعني طفاح اختطف بنت ابنه. والله انك هبل انت وياه والله. يا عم شوتر خلينا من الموضوع هذا، خلاص قد كملنا يعني نرجع للموضوع حقنا، ما رايك؟ يعني انت قبل ما تروح للمقسم يا هبل كان معك موضوع. يه 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 كان معك موضوع. اتك انا ناقش مواضيع تدي لي موضوع؟ اخرج من بيتي، اخرج يا حميله. حاضر، انا ادريت من بيرحسني اصحابي برا برا. والهبل ذي اخرجت نفسك يا هبل بل، وانت قر يا ترصدي قر. انا عايز اروح ما مفتوح، انا مش عايز اقعد هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا الله خرجت من الليله. اهدين اسكتين. انا عايز اروح ما مفتوح. ان لله وانا اليه راجعون. انا مش عايز اقعد عندك. اقول لك اسكتين. لا لا مش هسكت الا اسكتين. من هو جدك؟ انا عايز ما مفتوح. افهمي انا جدك، انا جدك، انا جدك. افهمي لا لا يلا. لا ماليش دعوه. خلاص يلا مالك دعوه، قومي انقضي يلا. ايه ارقدين بتقول ايه؟ يعني ايه يعني دي يعني نقده يعني نومه. لا مش هنام. والله تحسن كلامي؟ ماني عسين كلام الشيخ طفاح، انا الشيخ طفاح. تصف الشيخ طفاح. كذا هبين بي كذا اخر عمري يدبزونا بمخاد. قومي يلا يلا يلا. لا مش هنام، مش هنام. قول لي قومي. يا ترى عاملة ايه يا سندس؟ اكلتي شربتي نمتي؟ يكون الراجل ده يا اختي ضربها ولا اذاه؟ انتوا بتقولوا شراني، يكون عمل فيها حاجة يا اختي عشان يخلص منها. استهدي بالله ما تعملش في نفسك كده، وبعدين البنت مش هيحصل لها حاجة. البنت مش عند حد غريب، ده عند جدها. ايه؟ جدها؟ كان فين يا اختي جدها ده؟ لما امها سابتها لي ودخلت السجن بعد ما قتلت المخفي ابوها. كان فين؟ ما كانش بيسأل عليها ليه؟ أنا اللي غلطانة، أنا اللي جبتها بإيدي لحد هنا. منك لله يا اعتدال، يا ريتني ما كنت سمعت كلامك. منك لله يا اعتدال. يا طن دهون شوفي، لا لا, لا تقلقي نفسك ولا تخافي، حاولي تهدئي واعتبريني يعني يعني بدل سندس راحت أنا موجودة، ما تقلقيش يعني، ويمكن تقدري أنت يعني تبنيني بدلها. وأوعدك وعد شرف، وعد إنه ما حد يشيخ تطفني في العالم. وبالمناسبة ذي يعني شي تجلسي مطمنة. لا يخطفك ربنا واخلص منك يا شيخ، تروحي كده تموتي خلاص، أنا زهقت منك، ابعدي عني يا ولي أنت. يلا أستاذي. صباح على خير يا أما، صباح على خير يا خالة فتون، قلبي معاكي والله. إنما نعمل إيه، انا لازم اروح انام بدري واصحى بدري عشان هنزل الباندر اخلص الورق بتاع العياده. وموضوع الخطف ده انا مش هعديه في الساهل، الكل يعرف جمعه مش هيعدي الموضوع ده بالساهل. ولا نسيتوا جمعه ولا ايه؟ نسيتوا بطولاته في القريه والليالي السود؟ نسيتوا حزام الاخضر والاصفر والاحمر والازرق والابيض؟ ولي 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 ايه يا قريه؟ حد يرد عليا يا قريه. تدري يا هبل انا الى الان ليش ما انش راضي اخلف من امك ام جمعيه؟ ليه؟ عشانك تخلف ليش واحد هبل وخراط مثلك؟ يعني انا ناقص هبل، انا ناقص هبل انا. اسمع روح ارقد، قام اخلي العصا ترقد فوق ظهرك الان. يلا يا هبل يلا. السلام يا ام يلا.
مرحوم. سيبني انا عايز اروح، انا عايز اروح ماما، انا عايز اروح ماما، اساس انا عايز اروح ماما. يا شيخ تفاح، ماما فتون، ماما فتون يا شيخ. ماما عربي ما في مال هذه، ما في، تعالي خذي يا شيخ. ماما فتون اسكتين اسكتين يا كارندي يا الخدا. يا شيخ حصلتها هنا وهي شات هروب، وانت اين كنت؟ راقدوا والله يا شيخ راقدوا يا كيس منهم. لا حول ولا قوه الا بالله، تعبت انا تعبت. سلامات يا شيخ، ما لها صوت واصل لما عندنا معش حنقنا. مالك هدى قال باغس انها كانت تهرب مدري فين بايكه انت بيت شوتر مدري فين. ولا يهمك ولا يهمك يا شيخ، انا الان اشلها وتروح معش حنقنا عند محرمه حنقي وترقد. يلا خلاص تمام، يلا ايدين هات هنا، يلا ابوك مع امك دساس تمام ولا لا؟ دساس عزك انتبه، خليها ترقد جنب مرا حنقك على قولك تمام ولا لا؟ ابشر يا شيخ انتبهوا لها. ابشر يا شيخ يلا. هيا سيدي هيا صغير. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الله يرحمك يا اواض، كان يسري مليل. يلا خلو احنا نرقد. ذنبك مالك ما وجهك مقلوب وضابح وين؟ طابح من مضيق ومهم ومقدر ومخنقة اللي فيني. علامة ها 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 ضبحة على سندس، كلنا ضبحين من شانه، لكن لا تقلقيه إن شاء الله بكرة سندس في لفن بيت. مكورة على مكنس، من قال لك إني مكورة على مكنس؟ أنا قهري من الكبيرة الإف إي، الإف إي الكبيرة ذيك المعلمة دهون حقك ذي شترتي. يا زنبقة يا زنبقة مالها معلمة فتون، ضيفة عندنا. وبعدين أنا مش حق من حركة ذي، لا كذي ولا كذي. وبعدين في معقول واحد يكون معه مربحة ذي ومحس ذي ويروح لدفة قدم قمر؟ لا يا زنبقة أنت الأصل الأم دي. أنا وحش وأنت ما تلتفتش سألة لأن أنا أعرفك، أعرفك عاقل خجول، أعرفك إنسان ما شاء الله لك مؤدب ماشي طريقك صح، لا تلتفت ليمين ولا شمال، وأنت معك عيون ما شاء الله العين الواحدة مثل مدركتل، مثل عين مدركتل عينك ما شاء الله كلوزات هنا وهنا ما شاء الله عليك، ولا تخلي أحد ولا تفلت أحد ولا تذر على الأرض أحد إلا وأنت تشوفه وتلحق بعده. أعوذ بالله منك يا حق المستوردات، يا حق المصدومات، يا حق المجيفات. ماذا من كلام يا هبلة؟ طول عمرك وانت هبلة، ارقضي لك رقضة شهدد. ما شرقض ابوك يا شيخ طفاح، بس شيخ طفاح عند الله وعندك يا شيخ طفاح. والله والله يا شيخ طفاح دساس. ايوه الله دساس طفاح دساس. بسم الله الرحمن. مالك يا دساس؟ انا حليمه. حليمه حليمه، ما طلعك ده. ما طلعك في هذا الليل، ما معش حنقك وما هو تشين صبايا، لا يكون فيها شيء. لا لا ما فيهاش حاجه، بس من كثر ما بكين شل النفس ورقد الليل. شل النفس ورقد وتبهزني هذه البهزة يا حليمة، الله يسامعك. انتبهي على مصبية هذه، خلي عينك عليها، هذه غافلن الشيخ طفاح وهربا من معش حنقه، فهمتن ولا لا يا حليمة؟ طيب دساس، ما رأيك تروح لعند الشيخ طفاح وتكلمه يرقى أم جاهلة عند أمها المصرية؟ يا حليمة المصرية هذه مش أمها، أمها في مصر، هذه بنت الشيخ عوض، والشيخ عوض ابن الشيخ طفاح، وطفاح يصير جدها، فهمتن ولا لا؟ أدري أدري إنها بنت الشيخ أوض. تدرين إنها بنت الشيخ أوض؟ وتطلعين تبهزلنا هذه البهزة؟ زلي معش حنقك ولا تتدخلين في أي حاجة ما تعني. صباح على خير. وانتن من أهله؟ لا من الشيطان الرجيم. استنى ما يخليك، حرام عليك هتروحي فين دلوقتي بس؟ أنا
عفني بس منك لله يا طفاح، منك لله. خطف البت يا اختي وجع قلبي عليها، البت غلبانه ووحدانيه ومسكينه ملهاش غيري. ليه كده بس؟ ده انتوا كمان بتقولوا ده مؤذي وشراني، لا يأذيها ولا يعمل فيها حاجه. خلاص يا اختي انا مش عايزه منه حاجه، مش عايزه مصاريف، انا اشيلها في رقبتي، في رقبتي بس اخدها. لا حول الله يا رب. طب استني بس اصحيلك شوتر الله يخليكي. هتروحي فين دلوقتي بس قولي؟ لو النبي يا اختي خليه نايم ومرتاح، ده انا ما صدقت من النهار طلع. وبعدين يا خاله فين شتبوكين؟ وانت حتى ما تعرفيش فين بيت طفاح. مش مهم يا اختي اعرف بيته ولا ما اعرفوش، اسال واللي يسال ما يتوه. اقعدوا بالعافيه. استني لا. استني بقولك استني لا. يا شاطر يا شاطر اصحى. نعم نعم ايش اي خدمات؟ بقولك امس في عيالك صح شاطر. شاطر المال مال ده الازعاج كلها مالي يا شاطر. انا من الصبح الصبح لا اصبح. الحاني الحاني يا شاطر، فتون راحت تدور على بيت طفاح لوحدها. كيف فتون باكن؟ وين باكن؟ قال لي راحت تدور على بيت طفاح، خايفه على سندس.